خوتي عندي بزاف من اللاعبين، عندي اشرف الحكيمي، عندي ميسي، عندي محمد صلاح، عندي كريستيانو، صافي ركزوا معايا اللعبه ديال 2022. انا اختار ميسي. ميسي غادي ننزلوا له هنايا، خلي يدك هيداك. انا اختار انت اختار مثلا شي من اللاعبين من هنايا. ولد بلادي حكيمي، اشرف الحكيمي كان كيعجبني اشرف الحكيمي. ها انتما اخوتي، انا هو اختار اشرف الحكيمي، ركزوا معايا مزيان. هنا عنده ميسي وهنا اشرف الحكيمي، خلي يدك هيداك. انا مثلا غادي هاد اشرف الحكيمي غادي نخشي في هذا الصندوق هذا، هيدا ها هو، وغادي نسد هاد الكرتونه. هاد الكرتونه ديال الكارطه خشيت فيها اشرف الحكيمي وغادي نخشيها في الصندوق ديالها. نعمل ركزوا معايا 1 2 3 اجبروها، اختفات واختفات اشرف الحكيمي. عرفتي فين هو اشرف الحكيمي؟ هو في يدك، مشى ميسي وريال وريال اشرف رجع تما ومشى اشرف ميسي. هو بجيمك واقع؟ لا لا بجيم مصور. السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، معكم انوار ماجيك، العاب الخفة مدينة طنجة. اول لعبة هي واحد الدرة، واحد الوالدة كانت كتعجبها هاد اللعبة هادي، كنت كنقول لها الوالدة شوف شوف هاد الدرة كتدرة، كنسيبها من هنا. هي طبعا كتبقى العاب الخفة ولكن الحلاوة ديالها هي كتسيبها من هنا كترجع من هنا كنخرجها من دقمي. هذيك هي اول لعبة، ما تنساليش هادي. هادشي اللي كنعمل انا ماشي كنعمل لي انا، راه الماجيسيانز كاملين، هادشي ما فيهش السحر، هادشي كي خدع سحرية. العاب الخفة غير هي كتعتمد على واحد سنين لونطريما سنين، وهذه باش كتوصل لهاد فن كتبتكر يعني ابتكار هادشي هذا، وكيعتمد على الخفه. وهاد الخفه هذه ماشي غير كتجي يعني باش انا نجي ونقدم لك واحد الخدعه، راه ماشي كنجي نقدم هاد الخدعه، يعني عندها واحد سنين ديال لونطريما من الصغر ديالك، وخصك تكون كتحب هاد الموهبه هذه الا بغيتي تبتكر فيها. بزاف الدراري اللي كنعرفهم انا اللي بدا في هاد الدومين هذا وما كيكملش. انا كنعرف سيد دابا مؤخرا شرا جوج منيول ديال هاد الماتيريال ديال العاب الخفه، وهادي شراهم ولكن ضرب 3 شهور سالا، قال لي انوار نبيع هادشي هذا. علاش؟ حيت بداه كبير اول حاجه، وثاني حاجه ما كانت عنده الرغبه، كيشوف هادشي كيعجبو وبغى يدخل له صافي، ولكن هي ماشي عجبك خصك تدخل له، خصك تكون عندك واحد الموهبه ديالو وخصك سنين، خصك تصبر. كاين بعض الماجيسيان تقدر ما تعجبهمش الطريقه اللي نخدم بها انا ولا شي حاجه، ولكن انا الطريقه اللي كنخدم بها انا يعني غادي نوصل الفكره اللي غادي هو غادي يفهمها بنفس الوقت وغادي تعجبه وغادي بارطاجيها. لو انا مثلا واحد الخدعه مثلا غير واحد الخدعه ديال الفلوس راه اللي عامله ضجه اللي كلشي ناض يهضر عليها، خصوصا داك كازا هو ناضوا يعملوا عليها الرياكشن هادي. يعني لو انا جيت ديك الفلوس قلت لهم خوتي انا عندي واحد الماكينه جاتني وعملت بها هاد اللعبه هادي، يعني هاد الماكينه نعمل بها خدعه سحريه، ما غاديش يطلع. ولكن الا جيت قلت لهم خوتي انا غادي نعمل هاد اللعبه خدعه جديده بالطريقه اللي نقدمها انا، يعني غادي تطلع نسبه اكثر. يعني انا كنلعب على الطريقه اللي كيفاش تقدم الخدعه، هي ما بقاتش في الخدعه. هي مثلا نهز لك انا غير شي خشاشه من هنايا صغيره ونعمل لك بها خدعه تطلع المشاهده، ونجيب لك شي حاجه كبيره اللي تختفي ولا هادي وما تطلعش المشاهده، هي كتبقى في الطريقه في التقديم. وبالنسبه للمدخول من اليوتيوب ولا هادي ما كنعولش عليهم انا، كنعول مثلا كنخدم مدارس حفلات. الحمد لله في رمضان وخدمنا دوزنا مدارس بزاف، دوزنا حفلات بزاف، ودابا ملي جيت عندك من هنا ما جيت ثلاثه مدارس، المهم خدامين الحمد لله، وفي مدخول ضروري كاين مدخول باغي نوصل به للعالميه ان شاء الله. وكاينه عروض، كاينه عروض اللي تقدر توصل به للعالميه ان شاء الله، مخبع وما نبينهمش دابا، ولكن الحمد لله نطلبوا الله. دابا الحمد لله الشعبيه في المغرب الحمد لله فيما مشيت جميع المدن المغرب ما كاينش اللي ما كيعرفش انوار ماجيك، ولكن دابا كنحلم تكون عندي العالميه ان شاء الله، وربي كبير ما يخيبناش. ماشي ساحر، كنعمل العاب الخفه، وهذا الشيء بيني وبين الله الحمد لله بخير. ماشي محرمات العاب الخفه، راه ماشي محرمات، بالعكس واحد الترفيه. بالعكس انا ملي كنمشي لواحد الجمعيه ديال الاطفال وديال الايتام ولا ديال الاحتياجات الخاصه ولا هذه، يعني ملي كنشطو موادي كيفرحوا معايا، كنعمل لها لعيبه بدرهم خارج المدن وكيفرح، هادشي راه ما عنده ساعه زين. يعني الكومونتيرات اللي ما عجبونيش مثلا شنو نقول لك، انا بعد الكومونتيرات كاملين كنتفاعل، اي واحد واخا يزبل واخا يزبل باش ما كان كنعمل له قلب اولا كنقول له شكرا. ما عمري ملي بديت المسيره ديالي لدابا ما عمري تعايبت مع شي واحد من المتابعين ديالي واخا يصوني عليا ويزبل فيا، كان اما نقطع عليه واما ما كنت هو هذاك نجاوبو عادي. والكومونتيرات ما عمري خسرت الهضره مع شي واحد ولا نقول له لا ولا هادي، كنعمل له قلب ونخليه حيت انا عارف راسي اش كنعمل. هادي الكومونتيرات اللي ما تقدر ما يعجبكش، مثلا واد مثلا كيقول لك الساحر لا يفلح الساحر بحيث بأتى، هادي ماشي ما كيعجبنيش انا عارف راسي اش كنعمل، ولكن هو داي واحد الفكره غلطه على هاد الالعاب الخفه فهمتي، ونطلبوا الله من القدام يفهموها. خوتي عندي بزاف الارقام هنايا، ركزوا معايا مزيان، لعبه جديده صافي، اختار اي رقم عجبك هنايا وري الكاميرا اي رقم، وري انا نطول ليه هنا باش ما يشوفوش صافي، صافي وغطي يدك بالارقام هيدايا. ها
صافي ركز بلي في العين ديالي مزيان 14 جبتو ولا لا؟ والله العظيم 14 بصح شفتي فيا داك الشيء فوقت ما جبتوش يا صاحبي حلفت 14 والله العظيم 14 بلاتي بلاتي هاد خوتي هاد الناس هادي يقولوا متفاهم معاك ولا قلتي لي الرقم؟ لا والله ما متفاهم معاك والله خوتي ما قال لي الرقم وانت نتوما اللي بغيتي تجربوها دوزوا عندي الفيسبوك ديالي اللي هو انوار ماجيك وجربوها مباشره. السيد كيقول لي عندك السحر الخواتم انا نزول هاد الخواتم هادو. انا كنتحدى خوتي عنده السحر هنا في هاد الخواتم ونتحداك على هاد الشيء وجيت لعندك باش نتحدى. اوكي يلا عمل يدك الكاميرا غنتحدى واخا عمل يدك شنو خاتم هذا؟ ابيض ابيض وهذا؟ هذا اصفر وهذا؟ وهذا احمر. هذا عندك فيهم السحور؟ هذا اللي عندي فيهم السحور انا خوتي زولت يدي. اوكي شحال عندنا الخواتم هنايا؟ ثلاثة الخواتم واخا زير يدك عليها مزيان صافي؟ واخا تلاقى يدك بحال تلاقى يدك مزيان هاي انا عملتها هذه ماشي مشكل عماد. شحال عندنا الخواتم هنا؟ ثلاثة اختار ابيض ولا اصفر ولا احمر؟ اختار ابيض بيض بيض ها اللون تلما كانه ديالي بيض اه اوكي الا افتح يدك هاي شنو هادشي؟ كانوا بزاف اللي كانوا كيقولوا لي في الفيسبوك انك متفاهم مع الناس وملي كنتلاقى مباشره كنعمل لهم لعبات هما كيتفاجئوا. يعني شوف كاين بعض الناس هادو اللي عملوا رياكشن للناس ديال طنجه ولا الناس ديال كازا واللي ينضوا يعملوا عليا الرياكشن والفيديوهات ديالهم كنقول لهم صحتكم ديك المشاهدات كاين اللي ضربه عنده الفيديوهات ديالي عملوا عليهم رياكشن ضاربين عندهم 5 مليون في اليوتيوب عندهم في الفيسبوك عندهم. ما عمري عاقبت شي واحد ولا قلت لهم علاش كتنشروا الفيديوهات ديالي. غير هو كاين بعض منهم كيقولوا لي كتجيب ديك البنت بنت كتجيبها بزاف د المرات بنت وحده كتجيبها بزاف د المرات مثلا ماشي هي القضيه ديال البنت بزاف د المرات هي اللعبه كتكون بدله هي الا جينا نهضروا على الشينوا ماجيسيان ديال الشينوا بنت كيعملوا بها حلقه من اللي كيبدا بها من الاول حتى الاخر ما عمره كيبدل بنت وحده ولكن الخدعه مبدله صافي انت عملت معك ثلاثه د المرات انا بنت ملي كتلاقاني في الشارع وكنعمل معاها لعبه كتعيط لي كتقول لي انور نزيد نتصور معك شي لعبه كتجيني عادي نصور معاها لعبه اخرى ولكن هما ما كيشوفوها معك في فيديو اخر كيقولوا اذا هذيك البنت هي البنت اخرى اذا متفق معاها هي ماشي الطريقه ديال هذيك غير البنت كتصور معك مره ولا كتبغي تصور معك مره ثانيه كتعمل لها لعبه جديده وصافي يعني يتاكد وتلاقى انور في الشارع. مرحبا به شوف اللي بغى يتاكد ويجي عندي مباشره نعمل له اللعبه هي كتبقى العاب الخفه ولكن ماشي انني كنكون متفق مع بنادم إيه كيكون هذاك واحد الاستمرار واحد لونطريمال باش كتشوفوها نتوما كانها سحر وصافي. اللي بغى يدوز عندي الفيسبوك ديالي اللي هو انوار ماجيك انستغرام ديالي انوار ماجيك اليوتيوب انوار ماجيك اللي بغى يدوز كنفتح اللايفات تما حتى في اللايفات نعمل لكم لعبات في اللايفات وجربوا نتوما معايا. بعدا كنوجه تحيه خاصه للناس ديال الشمال ولا الداخل كنوجه لهم تحيه كامل لانني ما عنديش جمهور غير في الشمال مشيت للداخل صراحه لفاس كازا خصوصا كازا بعدا الحمد لله لا مشيت نشارك في دوزيم ولا قبل دوزيم ولا مور دوزيم مشيت عند الناس تمايا صراحه استقبلوني الناس كيعرضوا عليا كيقولوا دخل تاكل عندنا دخل هذه صراحه الناس الكرام ناس كازا ومن طنجه الكبيره كنوجه لكم التحيه من عند انوار ماجيك وكنقول لكم شكرا على التفاعل ديالكم الحمد لله كاين واحد التفاعل كبير وكاين الناس الاصدقاء ديالي اللي كيقولوا لي انور وخا نشروا الفيديوهات ديالك الناس الاصدقاء منهم الصديق اللي حاضر معايا دابا الفيسبوك اللي كان عنده 200 قال لي واخا نبقى نشر الفيديوهات ديالك نشروا مع عنده اللي ضرب له مليون ونص عنده 200 مشاهده وضربوا له الفيديوهات ديالو مليون ونص 300 الف نص مليون حتى 4 مليون ما عنديش مشكل الناس ينشروا الفيديوهات ديالي حيت ما خصنيش عادي ولكن غير هو حاولوا توصلوا الفكره اللي توصلوها وصلوها بطريقه ماشي انكم تطلعوا البوز وصافي وصلوا الفكره صحيحه وصافي هادشي اللي غادي نقول لكم وكنشكركم بزاف على التفاعل كنوعدكم بانه كاين الجديد ويكون شي حاجه اكثر من هذا اللي شفتوه تحياتي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.